السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية. أي سؤال أو أي استفسار على المحاضرات السابقة؟ آخر شيء أخذنا باللينك ليست وبلشنا برمجة بهذا الموضوع، فأي أسئلة من قبلكم على موضوع اللي هي الأري أو الدايناميك أري، وكيف إحنا بدنا نشتغل عليها من خلال اللي هي السي تايبس كلايبراري احنا عم نستدعيها من خلال المسمى import. اي اسئلة؟ طيب معلش، كل اللي بيدخلوا عندي as guest انه المرة المقادمة ما راح ادخلكم على المحاضرة. احنا اتفقنا في المحاضرة الماضية انه الدخول على المحاضرة هو من خلال ايميل الجامعة، فما راح اعمل admit لاي حدا بحاول انه يدخل كجست نهائيا المرة القادمة. كلياتنا نحاول ندخل كطلاب عاديين كأرقامنا الجامعية لحتى البرنامج ياخذ الحضور والغياب بطريقة سليمة وما يصير عندي أي مشاكل later on. فرجاء أي حدا عم بيدخل عندي as guest المرة هاي، المرة القادمة ما راح أعمل لكم admit، بدي الكل يدخل من خلال اللي هي الرقم الجامعي أو من خلال الإيميل الخاص بالجامعة والأرقام الجامعية الخاصة فينا. طيب خلينا نكمل معناها على الكودينج اللي احنا بلشناه في المحاضرة الماضية، وآخر شيء حكينا أو وصلنا عند الانسيرت ميثود. أي سؤال على أي وحدة من الميثود اللي كتبناها سابقا؟ دكتورة، بس وعمر بعد تفضل. إذنك عندي سؤال، بس مش بالمحاضرة هاي. اللي بده سؤال خارج عن نطاق المحاضرة هاي يبعث لي إيميل أو ممكن يجي في الساعة المكتبية في الجامعة. خلاص بجيك يا يعني. فأنا بفضل إنه نخلينا أول بأول أفضل لحتى إنه نتبع في المادة. طيب آخر شيء أخذنا الانشاليزيشن اللي هو الكونستراكتر لهذا الكلاس، حكينا عن اللينكث ميثود اللي بتجيب لي عد العناصر المخزنين فعليا، الاس فول إذا أنا بدي أسأل عندي هي الليست أو الأري هي فول ولا فيها مجال إني أضيف عناصر جديدة، الاز امبتي لحتى أسأل إنها فاضية، الأبند لحتى نقوم بإضافة على نهاية الليست الموجودة عندي، الجيت آيتم لحتى نقوم باسترجاع قيمة من موقع محدد. فالآي كانت بتمثل عنا الاندكس اللي احنا بدنا نتعامل معه. آخر ميثود وصلنا لعندها هي الانسيرت، حكينا أنه أنا بدي أدخل في اندكس معين قيمة محددة. فإذا أنا بدي أدخل القيمة هاي معناته أنا لازم أعمل إيش؟ شيفت رايت. واحنا بلشنا كتابة في الكود بس ما كملنا الشغل الخاص فينا. فالشيفت رايت الهدف منها انه احنا نقوم بإزاحة كل القيم قبل ما اضيف القيمة اللي انا بدي اياها. اتفقنا انه اذا كانت عندي هي الليست فول معناته ابدا ما رح يعمل لي اضافة للعنصر، رح يحكي لي انه ما في عندي مجال اضيف العناصر نهائيا. الكونديشن اللي تحكيه انه انا الان الاندكس تبعي هو بين العناصر اللي انا بدي اشتغل عليها. فاذا انا افترضت انه هاي العناصر اللي عندي واجيت حكيت لك انا الان الفاليو اللي انا بدي اضيفها هي الرقم 9 وانا بدي اضيفها الان على الاندكس مثلا اللي هو 1، الان انا بدي افضي المكان 1 او بدي اعمل ازاحه لكل العناصر لحتى يصير الاندكس 1 عندي مجال اضيف القيمه اللي انا بدي اياها. فاذا انا بدي اطلع القيم لازم انها برضه الترتيب تبعها نعتمد انه فقط التسعه في الاندكس 1 وباقي الترتيبات وباقي العناصر لازم يكونوا بترتيبهم نفسه بدون اي اختلاف. فإذا نيجي الاثنين هي في الاندكس 0 معناته أنا التسعة رح أضيفها هون بين الاثنين والاثناش، فبدي أزيح الاثناش الخمسة والستة. آخر شيء اتفقنا أنه الإزاحة بدي أبلش بآخر عنصر بدي أحط أو بدي أنسخ منها كوبي على الاندكس اللي بجانبها. فإذا كان حجم الأريخ لنفترض أنه هو 10، فالآن أنا في عندي مجال not full معناته أنا بإمكاني أني أضيف القيمة 9 على الاندكس 1. قبل ما نقوم بعملية الإضافة أنا بدي أزيح القيم، فال 12 هي كانت في الاندكس 1 بدها تصير في اندكس 2، الخمسة كانت في اندكس 2 بدها تصير في اندكس 3، الستة كانت في اندكس 3 بدها تصير عندي في اندكس 4. الطريقة لحتى أنا أعمل إزاحة لهم بدي أبلش بآخر عنصر أزيحه، وبعد هيك بدي أخذهم عنصر عنصر لأوصل لعند الاندكس
اللي أنا بدي أضيف عليه القيمة اللي أنا بدي إياها. طيب الآن اتفقنا أنه أنا بدي أبلش بالفور لوب. طيب الفور لوب من وين لوين؟ ممكن أني أنا أخذ سيلف أستخدم الآن أو أستخدم اللينكر. فالآن هذا بإمكانك أنك تتعامل إما مع الأم وإما مع اللينكث، ما عندي أي مشكلة نهائية. طيب إذا بدي أستخدم الأم كيف لازم أستخدمها، وإذا بدي أستخدم اللينكث كيف بدي أستخدمها. الآن أنا باجي بحكي له بلش للآي من عند الاندكس أم، هل أبلش من عند الأم ولا أن زائد واحد ولا أن ناقص واحد؟ من وين أنا بدي أبلش أنسخ العناصر؟ طلعوا هون قيمة الآن كم؟ كم عدد العناصر عندي هون في هذا الإكزامبل؟ عندي أربع عناصر. أربعة. هل أنا بدي أبلش من عند الإندكس أربعة ولا بدي أبلش أنقل العناصر من الإندكس ثلاثة؟ إندكس أربعة. طلعوا صفر، واحد، اثنين، ثلاثة. أول قيمة موجودة عندي. أول قيمة موجودة عندي في أن ناقص واحد. الآن مرة ثانية بإمكاننا نكتب الكود بعدة طرق، ممكن أنا أخذها الآن، لكن الآن بدي أعمل تلاعب بالجمل اللي داخل الفور لوب. إذا أنا بدي يكون الجمل اللي داخل الفور لوب مباشرة، ما بدي أعمل فيهم أي تلاعب، معناته أنا بدي أبلش من عند الآن ناقص واحد. ليش الآن ناقص واحد؟ لأنه هو آخر إندكس مسموح لي أو متاح عندي وين داخل القيم الموجودة هون. فأنا بدي أبلش أنقل لآخر عنصر، آخر عنصر وين موجود عندي في الإندكس؟ أم ناقص واحد. أوكي لغاية الآن؟ طيب إذن الآن أنا بدي أبلش من عند الإندكس اللي هو عدد العناصر ناقص واحد، اللي هو آخر إندكس فيه قيمة فعلية مخزنة داخل هاي الأري. لوين بدي أضل ماشي؟ لعند الإندكس، لعند الإندكس زائد واحد، ولا عند الإندكس ناقص واحد؟ شو آخر عنصر أنا لازم أنقله أو أعمل له إزاحة الآن؟ فهون بلشنا من عند الآن ناقص واحد اللي هو الإندكس ثلاث، بدي أعمل له إزاحة، بدي أعمل إزاحة للقيمة الموجودة في الإندكس اثنين، بدي أعمل إزاحة للإندكس الموجود في الموقع واحد. طيب هل هون الإندكس واحد يؤخذ بعين الاعتبار ولا لا؟ هذا الفور لوب من وين ماشي لوين؟ طلعوا عليه، هذا الآي بتبلش من عند الثلاثة اللي هو آخر إندكس موجود عندي عناصر. بما أنه إحنا بنحكي الستيب سالبة، معناته تأوصل لإيش؟ أقل من ولا أكبر من؟ من أقل. أكبر من الإندكس اللي هو واحد. هل الواحد رح أخذه بعين الاعتبار هيك؟ أنه أنا رح أزيح القيمة ستة والقيمة خمسة اللي هي إندكس ثلاثة وإندكس اثنين، هل رح أعمل إزاحة للـ 12؟ لا. هل من ضمن الفور لوب أنا ناخذها بعين الاعتبار؟ لا مش مأخوذ. إذا أنت أخذها شو لازم أعمل؟ إندكس ناقص واحد اللي هي الإندكس زيرو. فأنا بدي أروح على الثلاث، بدي أنقله على الموقع اللي بجنبه، القيمة الموجودة في الإندكس اثنين بدي أنقلها على الموقع اللي بجنبها، القيمة الموجودة في إندكس واحد، وأنهي اللوب بعد هاي الخطوة. الآن شو بدي أكتب داخل الفور لوب؟ بدي أجي أحكي له إنه سيلف dot underscore underscore A اللي هي الأري عندي. الآن أنا وين المكان الجديد اللي بدي أحط فيه اللي هي I plus 1 I plus 1 شو بدها تساوي عندي؟ self dot underscore underscore A للI نفسها. فهيك أنا رح أنقل العناصر. فأول مرة شو بدي أحكي له؟ في الموقع 4 حط له القيمة الموجودة في الموقع 3، لف البعديها القيمة الموجودة في الموقع أو سوري في موقع ثلاث حط للقيمة الموجودة في موقع اثنين، بعديها في الاندكس اثنين حط للقيمة الموجودة في اندكس واحد، وأنهي الفور لوب الموجود عندي. فإذا أنا هون بعمل إزاحة للعناصر الموجودين عندي واحدة واحدة لحتى أتأكد منهم. إذا بدك تتأكد أكثر جرب بقلم ورقة إنه هل فعلا أنا عم بعمل إزاحة للعناصر بشكل سليم ولا لا؟ وين الاندكس اللي أنا بدي أبلش من عنده؟ وين الاندكس اللي أنا بدي أنتهي عنده؟ فأنا بدي أبلش من عند الاندكس ثلاثة اللي فيه القيمة ستة، بدي أحطها في موقع أربعة. بعدين القيمة خمسة اللي في اندكس اثنين بدي أحطها في موقع ثلاثة. القيمة الموجودة في اندكس واحد بدي أحطها في موقع اثنين. وبعد هيك الآن بضيف القيمة اللي أنا بدي إياها. فself dot underscore underscore الـ A
الموقع اللي أنا اخترته من البداية اللي هو الاندكس خليه يساوي عندي إيش الفاليو اللي أنا بعثت له إياها لحتى يتعامل معها. إذن بعد ما نعمل شفتنج أنا بدي أحط العنصر في الموقع المحدد، بعد هيك بدي أحكي له إنه أنا زاد عدد العناصر عندي بمقدار واحد، فبدي أعمل أنا بلس إيكوال وان وأنهي الفور لوب والجزئية الموجودة عندي الآن. طيب هل هدول الحالتين الوحيدات عندي بالنسبة للإنسيرت؟ مين يحكي لي؟ هل هدول الحالتين الوحيدات عندي بالنسبة للإنسيرت؟ هل ممكن إني أنا أضيف إندكس مش من الإندكسز المسموح اللي فيها؟ يعني أنا أجي أحكي لك الآن ضف لي القيمة 9 على الإندكس مثلاً، خلينا نحكي 5، 0 1 2 3 معناته أنا الإندكس 4 هيك رح يصير فاضي، وأنا عم بضيف للموقع 5. طب شو بده يعمل بهي الحالة؟ إذا أنا بدي أسمح له أنه يضيف أو يعمل لي مكان فاضي رح يصير في عندي مشكلة بقراءة القيم، رح يعمل لي run time error إذا أنا بقرأ قيمة من موقع ما عم بيأشر على قيمة نهائية. فإذا برضو لازم ناخذ بعين الاعتبار الاندكسز اللي خارج الرينج اللي أنا مسموح لي. فإذا أنا حاولت بما أنه هي الليست مش فل وفي عندي اندكسز فاضيين، فليش أنا ما أسمح له يضيف لي القيمة؟ بدي أسمح له يضيف للقيمة لكن مش على الاندكس اللي هو عم بطلب لي إياها. مثال عليها، إذا أنا باجي بعمل له هون list 1 مثلا، خليها تساوي القيم 1 2 3 list 1.insert، مش في عندنا الانسيرت داخل اللي هو list class dot insert. الآن بدي أحكي له شو الاندكس وشو القيمة. أنا إجيت حكيت له في الاندكس 5 ضف لي القيمة 9، هل بيعمل لي run time error هون؟ شو رأيكم؟ جربتوا هذا الحكي ولا لا؟ دكتور بيعمل أكيد، هون ما بيعمل run time، طلعوا مباشرة ضف لي 9 لكن وين؟ ما رح لي على الموقع 5، رح لي عمل لي كأنه أنا بعمل append على نهاية الليست، فاعتبر أنه أنا ما بعمل insert الآن. ليش؟ لأنه الاندكس اللي أنا عم بختاره هو مش تابع أو مش متتالي بالنسبة للإندكسز الموجودين عندي. أنا هون 0 1 2 فهو ما رح يترك لي 3 و4 فاضيين لحتى يحط القيمة في الموقع 5، بيعتبر أنه أنا بقوم بعملية الأبند بالنسبة لإلنا هون، وهذا اللي إحنا لازم نعمله برضه في البرنامج تبعنا. فإذا أنا إذا كانت الإندكسز مش من ضمن العناصر مش من ضمن مواقع العناصر، معناته أنا ممكن أستدعي له إيش الآن؟ الأبند ميثود اللي هي كتبناها المرة الماضية، ولا لا هاي الأبند ضفناها المرة الماضية، فأنا باجي بحكي له أنه أعمل لي أبند على الفاليو اللي أنا موجودة عندي الآن بالنسبة لهذا البرنامج. الآن شو اللي رح يصير؟ ما رح ياخذ بعين الاعتبار الاندكس اللي أنت باعته لأنه مش من ضمن الاندكسز المتتاليين الموجودين عندي. فالآن بيجي بحكي لي معناته أنا بدي أضيف في موقع يمكن بعيد على العناصر لحتى أحافظ على الليست أو على الأري إنها سيكوينشال، معناته أنا بعمل أبند هون بدل ما أعمل جملة الإنسيرت. فبستدعي الأبند لحتى أنا أغطي على مشكلة إيش؟ إنه أنا خارج عن الإندكسز المتاحين عندي. أوكي لغاية الآن؟ طيب خلينا نجرب الكودينج اللي إحنا قمنا فيه. خلينا نكتب مين بروجرام. فأنا بدي أعرف الآن أوبجكت، هاي أوبجكت. كيف بدي أعرف أوبجكت؟ بدي اسم الكلاس. إحنا شو اسم الكلاس سميناه من البداية؟ دايناميك أري بهي الطريقة. الآن لما أنا أعرف أوبجكت من كلاس معناته أنا بدي أستدعي الكونستركتر. الكونستركتر الموجود عندي في الدايناميك أري شو عم بياخد؟ السايز اللي هو حجم هي الأري الموجودة. أوكي لغاية الآن؟ إذا أنا بدي أعمل كرييشن الآن لأوبجكت من الدايناميك أري كلاس اللي إحنا بنيناها. القيمة اللي أنا بدي أبعثها هي السايز أو الحجم لهي الأري بناء على الكونستركتر اللي إحنا بنينا. طيب من ضمن المعلومات اللي إحنا اشتغلنا عليها كنا نحكي له object مثلا dot is full، هل هيك اسمها هي كانت is underscore full، واستدعاء للميثود الموجودة عندي. الاس فول ميثود الان رح ترجع لي ترو اور فولس، فانا ممكن احكي له برنت
للأوبجكت أسفل، الآن نتأكد إن الكودينج اللي إحنا كتبناه لغاية الآن صحيح ولا لا. فبدي أجي أحكي له هل هي فول، هل هي بدي اللينكث، بدي أعمل الاس امتي، بدي أستدعي الأبند، الجيت آيتم والإنسيرت كمثل إحنا اشتغلنا عليه. فنيجي نجرب، إجا حكالي في عندي مشكلة في البرنامج، أنه أنا هون شو عم نعمل؟ أوكي ما في كولون بعد الفور لوب الموجودة، تمام. الآن حكالي فولس أنه أنا مش مليانة، فإذا نجرب الاس امتي مثلا ميثود الآن، لازم يرجع لي بالاس امتي ميثود ترو، فلازم الآن يرجع عندي ترو، هاي الإجابة عندي تمام. طيب أنا بدي عدد العناصر المخزنين، كيف بدي أستدعيهم؟ نستدعي special method length، نحكي له لهذا الأوبجكت كم طوله وكم عدد العناصر الموجودين عنده. فإذا أنا من خلال length method أنا عم بحكي لي إنه عدد العناصر اللي خزناهم لغاية الآن هم صفر موجود عندي. طيب الآن بدي أحكي له استدعي لي get item، كيف بدي أستدعي له get item؟ باجي بحكي له الأوبجكت في index معين، فأنا هون عم بستدعي إيش؟ الـ get item، فأما برجع لي القيمة الموجودة في الindex إذا كانت موجودة، وأما إيش؟ بطبع لي طباعة وبحكي لي هون كلمة ما، فindex out of range أنا لسه ما خزنت عناصر، وبرجع لي القيمة من بالنسبة للـ get item اللي إحنا استدعيناها. في special method أنا ما بكتب اسم الميثود نهائياً، فقط بحكي له object الاندكس اللي أنا بدي أقرأ منه القيمة، فهو تلقائياً بيستدعي لي الجيت آيتم. طيب الآن نجي نعمل append على هاي الميثود، فأوبجكت دوت append، الأبند ميثود كنا نحكي له بدنا نبعث له قيمة، فإذا الأبند الآن أنا بدي أبعث له قيمة اللي هي الرقم 4. شو كانت تعمل؟ تتأكد إنه إذا فول هي مش فول، فرح يضيف لي العنصر ورح يحكي لي كم اللينكث الجديد لهي القيم. فهون ضف لي القيمة 4. طب ليش طبع لي 4؟ لأنه أنا حكي له طبع لي القيمة الموجودة في الاندكس 0 الآن. فبما أنه أنا دخلت 4 معناته رح يطبع لي إياها إذا أنا طلبت القيمة من الموقع 0. فهي إذن الأبند ميثود عم تشتغل عندي برضو بطريقة سليمة. نجرب الأوبجكت مثلا دوت إنسيرت الآن. إذا أنا أجيت حكيت له بدي أعمل إنسيرت، أول شيء شو كان بدنا؟ الاندكس. فأنا إجيت حكيت له دخلي على الاندكس 0 القيمة 10. شو بتتوقع يصير الطباعة تحت عندي الآن؟ بما أنه أنا بدي أعمل إنسان الموقع 0 القيمة 10، فرح تصير العشرة هي اللي رح يطبع لي. إذا برنامجنا عم بيعمل إنسان. طيب لو إجيت حكيت لك إنسان لا الموقع 5 فاصلة القيمة اللي هي برضو 5، ها رح يعطيني مشاكل على هاي الجملة؟ سوي أبند. رح يعمل أبند بهاي الحالة. طلعوا عمل لي هون. أوكي أنا ما استدعيت من خلال الأوبجكت. أوبجكت دوت إنسيرت. وفي آخر شيء. الأندكس 5.5 لحتى إنه يتم الاستدعاء، فلساته عم بحكي لي 10. طب أنا شو بحاجة لميثود الآن أكتبهم؟ شو بحاجة؟ أطبع الأري كاملة. بدي أطبع الأري كاملة. فإذا من ضمن الميثود اللي أنا ممكن أحتاجهم الآن إنه أنا بدي أعرف شو القيم الفعليا مخزنين عندي داخل هاي الأري، فأنا بدي أعمل طباعة للقيم اللي موجودين عندي بشكل كامل. فديفاين خلينا نسميها ديسبلاي، إنه أنا بدي أعمل عملية طباعة الآن ديسبلاي للأري. هل لازم أبعث له شيء غير السلف؟ هل أنا بدي أغير على مواقع معينة؟ لا. فإذا أنا فقط بدي أعمل طباعة. طيب شو لازم أعمل في الديسبلاي ميثود لحتى أطبع القيم كلياتهم؟ معناته أنا بشو بدي أمشي الآن؟ بدي فور لوب لحتى أمشي على كل الاندكسز الموجودين عندي. الرينج الآن وين بدي يكون الرينج تبعي؟ مين يحكي لي؟ بدي أبلش من صفر لغاية وين؟ لا اللينكس ممكن أنا أحكي له استدعي للينكس مثل لا السلف الموجودة عندي، أو أحكي له سلف دوت أندرسكور أندرسكور أم، فعلى الحالتين رح يجيب لي عدد العناصر. فأنا بدي أبلش من صفر لا أقل من عدد العناصر الموجودين عندي.
شو بدي أعمل هون؟ فقط بدي أعمل print لمين؟ للأري فself dot underscore underscore a الindex i اللي أنا بدي أطبع منه القيمة. فهون أنا رح أطبع العناصر كلياتهم بشكل تلقائي. فإذا أنا جيت هون حكيت لك بس خلصنا الجملة هاي حكيت لك object dot display object dot display وفقط أنا عم بستدعي هاي الميثود. شو طبع لي؟ إنه القيم 10 4 5 هم القيم الموجودين عندي داخل الليست اللي إحنا بنيناها. طيب هل رح يعطيني أخطاء إذا أنا كانت الليست فاضية؟ لا رح يطبع لا ليش؟ فاضح. لأنه هو ببلش من اندكس زيرو لأقل من اللينكث اللي رح يكون زيرو. فصفر أقل من صفر شو رح يصير عندي؟ ما رح يمشي على الفور لوب ما رح يطبع لي شيء أبدا. فما رح يدخل على اللوب نهائيا لأنه الكونديشن من البداية خطأ. هلأ ممكن أنت إذا بدك تعطي رسائل لليوزر وتكون أوضح مع اليوزر شو تحكي له؟ F is empty اطبع لي إنه list هاي empty غير هيك اشتغل لي بالفور لوب الموجودة عندي. طيب اللي ما عملناه الآن ما أخذنا الكومبلكسيتي لا للإنسرت ميثود ولا للديسبلاي. طيب شو الكومبلكسيتي للإنسرت ميثود؟ شو الكومبلكسيتي عندي في الإنسرت ميثود؟ مين يحكي لي؟ بيك أو. طيب خلينا نأخذ best case و worst case بالنسبة لهاي الميثود. بالنسبة للبست كيس شو بدها تكون عندي؟ is full. is full تمام أو append أو إنه نعمل استدعاء للأبند. فإذا أنا البست كيس عندي إنه إما full وإما الأبند. طب ليش اعتبرنا إنه الأبند هي من ضمن البست كيس؟ لأنه الأبند كم الكومبلكسيتي لها كم فده هي بيج أول الواحد والإسفل إذا أنا بدي أستدعيها هي برضه بيج أول الواحد. فإذا أنا بروح لبيج أول الواحد على الحالتين اللي هي البست كيس الموجودة عندي. طيب شو الورست كيس بالنسبة لهذا الإكزامبل؟ يفوت الفور لوب. الورست كيس شو بدها تكون؟ إنه أنا بدي أمشي على الفور لوب كله ياته. بدي أعمل شفت لكل العناصر. بمعنى آخر إنه أنا أد لإندكس المقدار كان زيرو. زيرو. فأنا بهاي الحالة بضطر أعمل إزاحة لكل العناصر وأعمل شيفت رايت لإلهم كلياتهم. فهي أسوأ حالة. طب كم الكومبلكسيتي بدها تكون بهاي الحالة؟ بيج أو لا. فالفور لوب هون رح يمشي على كل العناصر فرح ياخد أن من العناصر اللي بتم لإلهم إزاحة. أوكي لغاية الآن. نجي على الديسبلاي ميثود كم الكومبلكسيتي لإلها؟ بقول لك للأم لأنه هو بده يمشي على كل العناصر لحتى يطبع لي اياها. هل كملنا شغل؟ الإجابة هي لا. الآن بدنا نضيف another methods. شو هم الميثودز اللي احنا ممكن نحتاجها غيرها؟ بما انه احنا كتبنا الجيت ميثود ليش ما نكتب كمان الست ميثود بالنسبة لنا سبيشال ميثود اللي هي ست. شو الهدف منها؟ انه انا اجي احكي له اسم الاوبجكت اوبجكت بإندكس مثلاً صفر خلي يساوي قيمة معينة. طيب بالنسبة لهذا الموضوع شو يعني ست آيتم بالنسبة لنا هون؟ إنه أنا شو بدي أعمل؟ بدي أستبدل قيمة موجودة في إندكس معين بقيمة جديدة. فهي الجملة معناته أنا عم بستبدل القيمة الموجودة في الإندكس زيرو بالقيمة الجديدة اللي هي الرقم 5 الموجود عندي هون. طيب كيف بدنا نكتب الست ميثود الآن؟ هي special method فdefine نكتب set بالنسبة لنا item underscore underscore ونشوف شو هم data members. بما أنه أنا بدي أضيف قيمة على موقع معين فمعناته أنا شو بحتاج الصفر اللي هو الindex والvalue اللي هي الرقم 5. إذا أنا برضو بحتاج للindex اندكس والفاليو اللي انا بدي اضيفها على هذا الاندكس وبدي اعدل عليه. طيب شو رح يعمل لي بهذا البرنامج؟ كيف رح اشتغله؟ شو لازم اعمل؟ تشيك على مين؟ انه الاندكس جوا الرينج تبعي. انه الاندكس جوا الرينج تبعنا. تمام كلام سليم 100%.
فالرينج تبع وين بده يكون؟ بين الصفر وإيش؟ N ناقص واحد. N ناقص واحد أو أقل من N. فسل dot underscore underscore الآن عندي. فإذا أنا كنت من ضمن الرينج شو بدي أحكي له الآن؟ self dot الآ في الاندكس اللي أنا بعته خليه يساوي عندي اللي هي الفاليو اللي أنا بعت لك إياها. فهون عم بستبدل لي قيمة بقيمة أخرى بناء على هذا الموضوع. هل لازم أعدل على قيمة الآن اللي هي عدد العناصر؟ لا. لا ليش؟ لأنه أنا عم بستبدل قيمة بقيمة، فأنا ما عم بزيد شيء، أنا بحافظ على عدد العناصر زي ما هو. طيب هل لازم أعمل له else الآن؟ لازم أخبره إذا أنا ما في عندي إمكانية أضيف العنصر. باجي بحكي له print index out of range. دكتورة نسينا نتأكد إنه الأري أعلى ما دخل. إنه فل أو لا. إيش؟ ما دخل هون تبديل بس. آه هون ما بدي أتأكد إنها is full. ليش؟ لأنه أنا بدي أبدل قيمة بقيمة، فأنا ما بحتاج لموقع جديد. أنا موقع فيه قيمة بدي ألغي القيمة القديمة، أحذفها وأكتب فوقيها فقط لا غير. إذا الآن الأوبجكت في موقع زيرو يساوي خمسة راح يتم استدعاء هاي الميثود. خلينا بس أو خلينا نغير القيمة هون، مش خمس نعملها 15 لأن الخمسة أوريدي مكتوبة عنا، ونشوف كيف الفرق. إذا أنا بدي أعمل display another time، فالdisplay الأولى طبعت لي 10 4 5. المرة الثانية أنا كتبت حكيت له في الموقع زيرو حط لي إيش الآن القيمة 15. طبعا أنت ممكن تروح على الديسبلاي الآن تعمل شوية تعديل على شكل الطباعة، إنه أنا ما بدي يطبع لي إياهم بهاي الطريقة، مثلا بدي أضيف أقواس، بدي أضيف إنه الأند إنه فراغ مثلا بهذا الشكل، فأنا كل قيمة والتانية يطبع لي إياهم بيناتهم فراغ. بس أكمل الفور لوب ممكن أنا أجي أحكي له برمت لاين جديد، فبرمت فقط لا غير بهي الطريقة لحتى أميز الليست الأولى عن الليست الثانية ويطبع لي إياهم تحت بعضهم البعض. فشكل الطباعة الآن أنت ممكن تتحكم فيه لحتى تظهره بالشكل اللي أنت بتشوفه مناسب. أي سؤال لغاية الآن؟ ممكن نضيف ميثود إنه لحذف العناصر مثلا. تمام هذا اللي راح نشتغله الآن. في حدا عنده سؤال بس قبل ما نبلش بعملية دكتورة الحلقة. إذا عملنا ريبليس على مكان فاضي الاندكس فيه، ما هو إحنا شو عملنا؟ تشيك على إيش؟ على الاندكس بالأول، وبعد هيك شو حكينا له؟ إذا الاندكس هذا خارج الرينج تبعنا شو نحكي له؟ اندكس out of range. خارج يعني خارج الرينج، يعني حتى لو كانت القيمة فاضية؟ حتى لو كانت القيمة فاضية، لأنه أنا بدي أستبدل قيمة بقيمة جديدة، فأنا بفترض أنه عندي قيمة أصلاً في هذا الموقع وبدي أبدلها بقيمة مختلفة تماماً. تمام؟ طيب شو الكومبلكسيتي بالنسبة لهي الميثود قبل ما نبلش بموضوع الديليت؟ هو بيك أولا كم؟ الواحد. للواحد. الجمل كانت مباشرة. واضح كيف البرنامج عم بينكتب وكيف الاستدعاء؟ في أي سؤال على أي نقطة أو حابين نجرب أي جزء من هذا البرنامج؟ فدائما أنت حاول وأنت عم تكتب أول بأول تجرب من خلال المين. هلأ في الامتحان أنا بجيب لك هاي الجمل الاستدعاء اللي عندي تحت، بحكي لك بناء على جمل الاستدعاء هاي شو النتائج بدها تكون عندي. ما رح أكتب لك الكلاس كامل، أنت لازم تكون تعرف أو فهمان كل ميثود شو عم تشتغل عندي وكيف عم تشتغل وشو نوع النتائج اللي رح تعطيني إياها. أوكي لغاية الآن؟ طيب خلينا الآن نبلش مع مين؟ مع عملية الديليت. فأول واحدة خلينا نبلش بإني أنا بدي أحذف من نهاية الليست اللي هي بتمثل عندي البوب. فديفاين بدي أسميها ديليت بهاي الطريقة. فأنا فقط بدي أحذف من وين؟ من نهاية. فأند أو ممكن أسميه ديليت من الأند، من نهاية الليست اللي عندي لحتى أميزها عن غير، لأنه رح نعمل ديليت أو ريموف بأكثر من طريقة. فهي الميثود معناته أنا شو بدي؟ فقط السلف. شو معنى أنه أنا بدي أحذف من الأند؟ معناته أنا بدي أعمل بوب بمعنى آخر اللي هي البوب ميثود. فبدي يحذف لي من نهاية الليست الموجودة عندي، ما بدي يحذف لي من موقع محدد أبدا. طب كيف أنا ممكن أعمل حذف من نهاية هاي الليست؟ شو لازم أتأكد بالأول؟
إذا أنا بدي أعمل حذف هل بصير أحذف من ليست فاضية؟ الإندكس إذا أنا لا آه أنا هون ما في إندكس انتبه لأنه لازم يكون لا. not empty لا. لازم يكون إنه not empty فإذا أول شيء لازم أعمل check إذا empty الليست اللي عندي فإز empty إذا كانت الليست empty شو لازم يعمل؟ طبعا هون self.isEmpty لحتى يتعامل معه إنه ريتين إذا فاضي عندي ما بدي أعمل ريتين بدي أحكي له print إنه empty list فقط لا غير بدي أخبرك إنه cannot مثلا delete بهاي الشكل cannot delete the list is empty أو the array is empty بغض النظر شو الرسالة اللي أنتوا بتفضوا تكتبوها بهاي الحالة فإذا أنا ما في بإمكاني أني أحذف شيء أنه ما في شيء ينحذف أصلا اللستة فاضية ما فيها أي معلومات فما بستطيع أني أحذف منها نهائيا طيب else شو بدي أعمل إذا كان عندي عناصر طيب من وين أنا بدي أحذف من آخر index موجود عندي أو من آخر عنصر موجود عندي فكيف أنا بدي أحذفه هل عندي آلية أني أحذف فعليا من الليست هو فعليا ما بيحذف هو شو بيعمل هو عم بيتلاعب بمعلومة عدد القيم فقط لا غير فبدل ما يكون عدد القيم 5 الآن بعملهم 4 وهيك هو ببطل يقرأ لي من آخر إندكس الموجود عندي نهائيا سواء بعمليات طباعة كديسبلاي سواء كأنا كست كجيت كأي انفورميشن لأنه أنا في النهاية القيمة المرجعية لي شو هم العناصر أو شو هي الإندكسز المسموحة لي بتعتمد على قيمة الأمر فبدل ما أنا أروح وأصير أحكي أدور على طريقة أحذف من الذاكرة الرئيسية المعلومة اللي أنا بدي إياها أنا ما بحذفها أنا شو بعمل؟ أنا باجي بحكي له إنه أنا ما عاد بدي قيمة نهائية هلأ بعضكم ممكن يحكي لي إنه ممكن أكتب self dot underscore underscore الA الindex اللي هو آخر index عندي مين هو؟ self dot هو N ناقص واحد N ناقص واحد وبحكي له الآن بتساوي عندي القيمة none بهي الطريقة صاري هون self وليست self بس حتى ما يصير عندي مشاكل وبعد هيك بحكي له السلف دوت أندرسكور أندرسكور الأم ناقص يساوي واحد هاي الطريقة الآن أنا ممكن أكتب الجملة اللي موجودة عندي هون وممكن أستغني عنها لأنه أنا من خلال قيمة الآن أنا ممكن أقرأ القيم أو ما أقرأهم فسواء خليت القيمة هون تصير عندي نان أو خليت القيمة زي ما هي بس أنا بطلت أقرأها هو بيعتبر أنه هي بطلت من ضمن العناصر اللي أنا عم بشتغل عليهم واضح كيف؟ دكتورة بتظل مخزنة؟ ممكن أنه أنا أترك القيمة مخزنة بس أنا ما أتعامل معها ليش؟ لأنه أنا نقصت الآن بمقدار واحد فأنا ما رح أقرأ القيمة من هذا الموقع فسواء كتبت الجملة اللي هون أو ما كتبتها القيمة أو القيم المرجعية ومن وين أنا بدي أقرأ القيم آخر حد عندي هو الآن فإذا أنا نقصت الآن بمقدار واحد معناته أنا ما رح أقرأ القيمة اللي ظلت عندي في آخر إندكس نهائيا واضحة الفكرة؟ تظل القيمة صح؟ رح تظلها القيمة إذا أنا ما كتبت الجملة اللي فوق تمام والله مش كويس لأنه بستهلك مساعة Space Complexity هذا بالنسبة لنا Space Complexity كلام سليم 100% فإذا إذا أنا بهمني فقط التايمينج ما بهمني Space Complexity نهائيا ممكن أستغني عن هاي الجملة لكن هل هاي الجملة بتأثر على التايم هون؟ هي واحد في النهاية فالكمبلكسيتي راح يضل بـ O of 1 سواء كتبناها أو ما كتبناها نهائيا فكتبناها أو ما كتبناها الكمبلكسيتي بـ O of 1 إذن الأفضل نكتبها بالنسبة إحنا بنحكي عن التايم كمبلكسيتي لكن بالنسبة للسبيس كمبلكسيتي أنا عم بلغي معلومات مش بحاجتها فبخفف من الضغط على المساحة التخزينية أوكي لغاية الآن دكتورة نعم تفضل إن هلأ البوب العادية هيك بتشتغل؟ هيك البوب العادية بتشتغل نعم تمام أي سؤال لغاية الآن نجرب الميثود اللي إحنا كتبناها الآن خلينا هون بس ونحكي له إنه أنا بدي أعمل إيش delete فالأوبجكت دوت delete من النهاية الموجودة عندي أنا بس هيك كتبت الاسم لحتى يكون واضح عندي فنعمل display للعناصر بعد هيك
رح نشوف انه عدد العناصر صار اقل بواحد عن عمليه الطباعه السابقه. اي سؤال لغايه الان؟ طبعا احنا عملنا استبدال للقيمه 10 بالقيمه 15، بعد هيك عملنا عمليه الحذف، صفى عندي القائمه فقط فيها القيم 15 والاربعه فقط لا غير. اي سؤال لغايه الان؟ طيب بما احنا لغايه الان ما كملنا الشغل تبعنا، لسه بدنا عمليه الريموف الحذف من اندكس معين. فاذا انا بدي اعمل حذف لقيمه من اندكس معين الان، كيف بدي اشتغل؟ هاي حذف من النهايه، احنا ما اشتغلنا شيء غير انه حذفنا من النهايه. طيب اذا حكيت لك انا بدي اعمل ريموف او ديليت من اندكس معين شفت. هاي بدي اعمل لك ان انا من اندكس معين، معناته انا بدي السلف اللي هو الاوبجكت بالاضافه لايش؟ للاندكس. انا بدي احذف منه العنصر. طيب قبل ما انا احذف مره ثانيه، احنا بحاجه نعمل تشيك على شو؟ على الاندكس انه اول شيء في عندي عناصر ولا لا قبل ما ادور على الاندكس. فانا بدي اعمل تشيك هل في عندي عناصر، هل انا امبتي ولا لا. فممكن ناخذ الجزئيه الموجوده عندي هون اللي هي تحكي لي إذا أمبتي فقط اعمل لي طباعة وأنهي لي البرنامج. ممكن أكتب جملة ريتيرن تحتيها لحتى ينهي وما يعمل رؤية لأي شيء آخر. طيب الآن شوفي عندي تشيك الآخر اللي هو الاندكس، بدنا نعمل تشيك على الاندكس اللي أنا بدي أحدث منه القيم. فالاندكس إحنا اتفقنا أنه هو عادة بيكون بين الصفر والسلف دوت أم بالشكل هذا. طيب انا الاندكس صحيح عندي هو فعلا بين الصفر والان. طيب كيف انا بدي احذف الان؟ شو بدي اعمل؟ خلينا ناخذ اكزامبل ان انا عندي مجموعه القيم التاليه اللي هم 2 5 10 9، وجيت حكيت لك احذف لي القيمه من الاندكس 0، هي أسوأ حاله طبعا انه انا بدي اعمل شفت الان. فاذا انا بدي احذف القيمه الموجوده في الاندكس 0، انا شو بدي اعمل؟ بدي اعمل شفت لباقي العناصر لحتى اغطي على القيمه هاي. طب كيف بدي اقوم في هذا الموضوع؟ كيف بدي اشتغل الان؟ شو بدي اعمل؟ احنا بحاجه لايش الان؟ لفور لوب، صح ولا لا؟ اه. الان بدنا نعمل عكس اللي قمنا فيه بمين؟ بالانسرت. فالانسرت احنا شو كنا نعمل؟ شفت رايت. الان احنا شو بدنا نعمل هون؟ شفت ليفت. ليفت. الان انا بدي اقوم هون بعمليه الشفت ليفت. بالفور لوب اللي تحت. هون سوري. نعمل شفت ليفت. طيب كيف رح نقوم بالشفت ليفت الان؟ فور ايش؟ اي ام رينج. الان معظمنا رح يعمل ستوب، طب شو هو الرينج اللي انا بدي اشتغل فيه؟ من وين انا لازم ابلش اعمل عمليه الشفتنج؟ طب هل الاندكس دائما زيرو؟ اكيد لا. الاندكس يكون واحد الان. فمن وين انا بدي ابلش اعمل شفتنج؟ من عند الاندكس ولا اندكس ناقص واحد ولا اندكس زائد واحد؟ اندكس زائد واحد. شو رايكم؟ من الاندكس. من الاندكس نفسه. خلينا نجرب نكتب اول شيء جزئيه ونعدل عليها شوي شوي لحتى نشوف كيف بدنا نشتغل عليها. من الاندكس لوين الان؟ للان ناقص واحد. ان زائد واحد. للان. طيب خلينا بس مره ثانيه نبلش احنا شيء مبدئي، بعد هيك نغير. إذا الستيب قيمتها واحد، هاي ما بدنا إياها، ما رح نكتبها، بيهمني إنه أنا وين البداية وين النهاية. الآن بعضكم بحكي لي إنه أنا بدي أبلش من عند وين؟ من عند الإندكس. بعضكم بحكي لي لا، إنه أنا بدي آخذ لعند الآن، وبعضكم بحكي للآن ناقص واحد. طيب خلينا نبلش أو ناخذ إكزامبل اللي هي المثال اللي عندي، خلينا نفترض إنه الإندكس عندي واحد. فالآن أنا بدي أبلش الآي من قيمة الإندكس اللي هي الواحد. لإيش؟ لأقل من عدد العناصر الموجودين عندي، كم عنصر عندي؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. هل رح ياخذ العناصر ويعملهم شيفتنج صح بهي الطريقة؟ طلعوا إحنا رح نبلش من عند الإندكس وين؟ واحد. فالاثنين إحنا بدنا نحافظ عليها في الإندكس زيرو، ما رح نعمل عليها شيء أبداً. إحنا بدنا نعمل شيفتنج لمين؟ بلش من عند الاندكس واحد اللي هي القيمه اللي انا بدي احذفها. فاذا لازم ابلش من عند الواحد نفسها لانه هي الموقع اللي انا بدي ابلش احذف منه العناصر. لوين؟ لاخر الليست. اذا هون انا هيك عم بشتغل لساتني بالسليم.
طيب شو اللوب أو شو الكلمات أو شو الجمل اللي بدي أكتبها داخل اللوب الآن؟ شو بدي أحكي لك؟ سيلف لإيش؟ للأري. للأري أوف أي موقع؟ شو رأيكم ناخذ الآي نفسها؟ الإندكس أيوة الآي نفسها شو بدها تساوي؟ دوت إيش؟ أندرسكور أندرسكور أي لمين؟ زائد واحد آي زائد واحد. أنا عم بأخذ آراءكم لحتى نشوف الآن صح ولا غلط إحنا عم نكتب، وهل فعلاً رح يعمل لي شيفت ليفت زي ما إحنا بدنا؟ خلينا نجرب. إذن إحنا بلشنا من عند الواحد اللي هو افترضنا الاندكس فوق لعند أقل من عدد العناصر، فعندي عدد العناصر هون أربعة حسب الإكزامبل اللي إحنا وضعنا. الآن باجي بحكي لك القيمة في الموقع الآن I، فأول مرة القيمة الموقع I اللي هي الموقع واحد، شو بدي أحط فيه؟ القيمة الموجودة في موقع اثنين. بعد هيك الموقع اثنين حط لي القيمة موقع ثلاث، موقع ثلاث حط لي فيها القيمة الموجودة في الموقع أربعة. هل عملنا الشفت بطريقة سليمة؟ شو رأيكم؟ صح هيك ولا بدنا نعدل على شيء معين؟ لا هيك غلط، لازم تكون I ناقص واحد. I ناقص واحد، أنا بدي أنقل مين؟ خلينا نعمل اتفاق، الخمسة هي اللي بدي أحذفها الآن. أنا بدي أحط العشرة مكان الخمسة، صح ولا لا؟ أنا بدي أكتب أيوة. العشرة فوق الخمسة، فعشرة فوق الخمسة معناته إيش؟ الاندكس I الاندكس واحد خليه يساوي القيمة الموجودة في الاندكس اثنين، القيمة الموجودة في الاندكس اثنين خليها تساوي القيمة الموجودة في الاندكس إيش؟ ثلاث، وهكذا حتى ينتهي الفور لوب اللي عندي. إذا هيك الجملة صحيحة 100%. صحيحة. طيب هل كملت شغل عندي هون ولا لا؟ الآن شو بدي أعمل؟ بما أنه أنا عملت حذف معناته بدي أقلل قيمة الآن بمقدار واحد، صح ولا لا؟ طب قبل ما أنا أقلل الآن بمقدار واحد شو لازم أعمل؟ هل أخلي التسعة تنكتب هون وأخلي التسعة برضو موجودة هون؟ شو بدي أعمل لها؟ بدي أعمل لها حذف، بدي أعمل لها حذف. كيف بدي أعمل لها حذف؟ للسلف دوت أم ناقص واحد بهي الطريقة، خليها تساوي عندي نم. فأنا آخر قيمة الآن أنا أوريدي نسختها في الموقع اللي قبله، فبدي أعملها تساوي عندي نم قبل ما أقلل عدد العناصر بمقدار واحد. واضح كيف عم بشتغل؟ طبعا مش مستعمل الديليت إند، احنا ما بنستخدم ميثود جاهزه. ممكن انا استخدم اوكي بدك تستخدم الميثود اللي عندي هون بس يعني ممكن انا اكتبها اوكي كلامك صحيح، ممكن انا استدعي هون وممكن انا اكتب الميثودز اللي عندي او الجمل الموجوده عندي. على الحالتين هي بيك اول الون مش رح تعمل لي تاثير كبير. طيب خلينا نجرب، بدي اعمل ريمو على اخر دكتور خلصش الميثود على اخر اندكس مش بصير ايرور آخر إندكس؟ ليش بتصير إيرور؟ لأنه أنا بدي أحطه إيل السيلف الآن بعدين زائد واحد فراح يكون out of range. لا ما هو أنا ما عملت زائد هون الطرح بالأول، أنا عملت إيش؟ إنه القيم موجودة في الإندكس الآن ناقص واحد أعمله نان بعدين قلل لي عدد العناصر بمقدار واحد. تمام؟ دكتور خلي إنه إيش؟ تفضل. تفضل في شيء بدكم تسألوه؟ لا خلص تمام هيك تمام هيك تمام دكتور. طيب. انا الكود تفضل. بقول انه اذا كان الاندكس خارج الرينج خليه يطبع لي انه الاندكس برا الرينج اوكي بعد الاف حط يعني انا هون زميلكم بيحكي انه انا مش فاضي والاندكس تبعي اوكي فانا ممكن اجي احكي له الان ايلس ايش لانه كانت مثلا ديليت من cannot delete من this index مثلا print أو index out of range out of the range yeah. yes index out of the range بهاي الطريقة. طيب خلينا احنا على القيم القديمة انه حجم الـ array 10 عملنا append للأربعة
بعد هيك عملنا انسيرت على الموقع 0 القيمه 10، بعد هيك انسيرت للقيمه 5. الان بدي احكي له اوبجكت دوت ريموف من اندكس معين، ريموف اندرسكور اندكس، احكي له شو هذا الاندكس اللي انا بدي احذف منه، ممكن بدي احذف من اندكس واحد. فانا بدي اعمل ديسبلاي للعناصر قبل وبعد الحذف واشوف هل فعلا عم بيحذف لي. باي اوبجكت بحكي لي انه نال. وين هاي الجمله؟ نشوف ونتبع وين الخطا صار عندي. لاين 79 عم بحكي لي انه هون في عندي خلل. شو اللي عم عشان اخر قيمه دكتوره؟ لانها اخر قيمه. طب كيف ممكن نحل هاي المشكله؟ اف اف ستيتمنت. شو رايكم؟ ايوه. فيش عندي غير طلاب اثنين شكله في المحاضره، احنا عم نكتب step. انا بقدر اروح على السلايدات، الكود موجود هناك، الكود موجود في السلايدات، بس انه انا ما بدي نروح نقرا من السلايدات قراءه، بدنا نعرف كيف البرنامج انكتب خطوه خطوه. حتى اذا اجاني في الامتحان انه انت عندك مثلا ريموف من اندكس، انا بدي اعمل تشيك شيء معين، تعرف تكتب الجمله هاي، تعرف كيف جبناها، كيف كتبناها. فما بدي نصير انه احنا نشتغل بطريقه انه احنا مش فهمانين شو اللي عم بصير. الان شو الجمله وشو الخطا اللي انا ممكن اشوفه وكيف ممكن اعدله الان بناء على هاي الجمله؟ معلش شباب وصبايا، بدي نوع من، خلينا نحكي، التفاعل ما بيننا. ما بدي طلاب اثنين عم بيحكوا والباقي ما لهم مش علاقة. مرة ثانية، أنا ما بهمني أني أكتب الكودينج، أنا أوريدي عارف شو الكودينج، والكودينج داخل السلايدات ممكن أشرحه من هناك. إحنا عم نكتبه هون لحتى نفهم الخطوات اللي فيه ونشوف شو المشاكل اللي بدها تواجهنا أثناء كتابة أي برنامج، وعلى أي أساس عم تنضاف if statement معينة، كيف إحنا عم نشتغل عليها. فشو رأيكم؟ شو الخلل اللي صار عندي بهي الجملة اللي هي self؟ لا الآي خليها تساوي self للآي بلس 1 اللي هي بتكون آخر قيمة بالأري، اللي هي آخر قيمة بالأري، قيمة التسعة، ما فيش قيمة بعدها تجي محلها. طب شو أعمل فيها بهي الحالة؟ شو ممكن أعمل؟ ما أمشي لعند الآن، أمشي لعند الآن ناقص واحد بتحل المشكلة مثلا؟ لا. شو رأيكم شباب وصبايا؟ مرة تانية عندي طلاب اثنين ثلاثة عم بحكوا والبقية لا، شو رأيكم ممكن نعدل وين؟ بقدر أقول مثلا في statement إنه إذا كانت آخر قيمة لا ترجع، لا تنقص من قيمة الأري. إذا كانت آخر قيمة، طب أنا ممكن أنا أشتغل من خلال الفور لوب نفسها الاندكسز اللي أنا عم بتعامل معاهم، كيف؟ كيف بدي أشتغلهم؟ نزيد واحد على قيمة الأم؟ نزيد واحد على قيمة الأم، جرب. هاي زائد واحد هون يطلع إيرور برضو، رح يطلع إيرور برضو. هاي نجرب مرة تانية، عم بيطلع عندي نفس الشيء. طب لو عملناها ناقص واحد شو بصير؟ رح يعطيني خطأ مرة تانية. طلعوا ما اشتغل برنامج، هاي اشتغل، حذف لي القيمة من الاندكس واحد ونقل لي الخمسة على الموقع اللي بده اياه. واضح ولا لا؟ طب ليش انا لعند ان ناقص واحد اوكي ما كان في مشكلة مثلا؟ خليني اشيل الجمل اللي عندي هون اعملهم كلهم append لحتى تكون الامور واضحة. هاي append object.append، بس خليني انسخ الجملة هاي اكثر من مرة ونضيف مجموعة من العناصر. بس خلينا نكتب او نغير القيم الموجودين عندي. فأربعة ممكن هون اثنين، هون ثلاث، هون مثلا 14، هون ممكن نعملها 40 بهي الطريقة. فهي العناصر الآن الموجودة عندي، هاي هون أنا إجيت حكيت لك احذف لي من الإندكس واحد، شو القيمة اللي لازم يحذف لي إياها؟ اثنين. فهل حذف لي إياها بشكل سليم؟ هل في عندي خلل؟ إذا شو اللي عملنا إحنا؟ فقط أن ناقص واحد. ناقص واحد. فإذا تعديل بسيط بغير عندي النتيجة كلياتها، وبينقلني من حالة إنه أنا في عندي خلل لحالة إنه أنا صلحت الخلل الموجود عندي هون. الدكتور جرب يحذف الإندكس أربعة والله. الإندكس أربعة، أوكي، نبلش أو نجرب من الإندكس أربعة. بهي الطريقة. تمام. هاي.
حذف القيمة 44 بكل بساطة. ليش؟ أنا بحكي لك امشي على الفور لوب بس خلص شو بدك تعمل؟ الاندكس هو نفس القيمة الموجودة عندي هون، فالبداية والنهاية واحدة، ما راح يدخل على الفور لوب. شو راح يعمل؟ راح ينفذ الجملتين اللي عندي هون بس. بتحبوا نجرب أي اندكس آخر؟ ما وصل لآخر اندكس فما أعطاه. آه ما أعطانا أو ما دخل على الفور لوب أصلاً، فمشان هيك ما أعطانا مشاكل. أي سؤال آخر؟ حابين نجرب شيء معين قبل ما ننهي المحاضرة، لأنه للأسف الشديد المحاضرة شارفت على الانتباه. إذا بدنا نفكر إحنا بالتفاصيل الموجودة هاي، سواء طبعا في بعض الطلاب كمان عم بيحكوا لي بالنسبة لعلامة الأسايمنت الأولى اللي راح أحكي عنها. بالنسبة لهذا الميثود دائما لما يكون في عندي عملية شفت فلازم أجرب أنا القيم الموجودة عندي، أعرف وين لازم أبلش وين لازم أنتهي لحتى ما يصير عندي أي خلل من أي نوع. ليش إحنا عم نكتب الجمل ما عم بروح على السلايدات؟ يعني هاي بعضكم بحكي لي وين موجودين، مش موجودين في الكلاس اللي إحنا موجودين بالسلايد هاد، لكن هاي في عندي هون اللي هي هاي إندكس هاي كونتينس، هذول رح ناخدهم المرة الجاي. بالإضافة هاي الريموف لفاليو معينة من إندكس معين أو إنسرت لإندكس معين اللي إحنا اشتغلناها، هاي الريموف وفي شرح عن موضوع الريموف كيف عم بتم. فإذا القيم والكودينج اللي إحنا عم نكتبها مطلوبين منا في الامتحان، لكن أنا بدي أفهم كيف انكتب، ليش إحنا عم نكتبه بهاي الطريقة. إحنا مش عم نذكره هون فقط مشان أنا بدي أضيع وقت المحاضرة، بالعكس إحنا بدنا نفهم وأن خلينا نحكي نعرف نبرمج حتى لما نروح على المختبر المادة ما يكون عندنا مشكلة بالأساسيات اللي بتخص هاي المادة. فهناك بصير في عندي تطبيق عملي، بصير يحكي لك انه اكتب لي برنامج باستخدام الدايناميك اري. فبدك تكتب الان الكلاس تبع الدايناميك اري وتكتب كلاس اخر بمثل الكودينج الجديد اللي هم مطلوب منا. فلازم يكون عندكم امكانيه انكم تتعاملوا مع هي الميثودز تكتبوهم كلياتهم. طيب كم الكومبلكسيتي بالنسبه لهي الميثود كبست كيس وكورست كيس؟ البست كيس عندي إيه؟ إنها فاضية أو إنه إيش؟ أيوة empty ممكن تكون empty أو إنه أنا بدي أحذف من lost index أو إنه أنا out of range. هاي الخيار الآخر out of range تكون big O للواحد. على كل الأحوال هون بتكون big O للواحد. طيب شو هي ال worst case الموجودة عندي؟ يكون عندك زيرو. عندك زيرو. The worst case إنه أنا أعمل remove من index زيرو. تمام. remove من الindex لما يكون يساوي للقيمة زيرو. طب كم الكومبلكسيتي لها بتكون الآن big O لا الآن. طيب هاي بالنسبة لهذا الكودينج طبعا لسه ما كملنا. أنا لما بشرح الآن أنا رح أمشي كل السلايدات بمعنى آخر، لكن رح أكتبهم من خلال الكودينج. بس نكمل الكودينج كلياته. رح نروح على السلايدات نشوف هل في شيء نسيناه ما كتبناه ما ذكرناه لحتى نرجع نضيف لنا اياهم. بالنسبه للاسايمنت للاسف الشديد يعني نص الشعب مسلمين، من كل شعب تقريبا مسلمين حوالي خلينا نحكي 25 طالب. من ال 25 طالب هدول كل خلينا نحكي 5-6 طلاب نفس الاجابه بالضبط. الان عندي خيارين اني اصفر العلامه للي سلموا واللي ما سلموا بناء على الغش. فممكن يطلع عندي طالب او طالبين في النهايه مش غاشين والبقيه الكود تبعهم موجود مع 4-5 طلاب غيرهم. اختلاف عندي مسمى اسمي هون اكس واسمي هناك واي، هاي مش اختلاف دكتوره. اختلاف هي الفكره كلها كيف انا بكتب الجمل. لما انا تتكرر جمله الطباعه نفس المكان، تتكرر جملة الأف بنفس الطريقة ما في أي تعديل عليها ولا بأي شكل من الأشكال، معناته أنا عم بصير عندي copy paste. الفكرة عم تنكتب copy paste بينك وبين زميلة، وهذا الشيء مش مقبول أبدا. الخيار الأخير إنه أنا أعمل إيش skip عن هذا الأسايمنت ونعمل أسايمنت جديد، لكن المرة هاي إذا بده يكون في أي تشابهات رح أصفر العلامة وراح أحط لك بجنب اسمك إنه الصفر لأنه هاي copy paste من حدا تاني. فالخيار لألك الآن دكتورة. تفضل.
طيب واللي حاله مش متشابه بده يعيد نفس الأصابع؟ اللي حاله مش متشابه بعدهم على الأصابع من الشعبتين. طب أنا منهم يا دكتورة؟ صراحة هلأ مش بتذكر الأسماء، يعني أنا حطتهم على ملف جانبي لأنه أنا مش غاش من مرة، ما غشيتش. هو أنت كل واحد بيحكي عن حاله، أنا ما بعرفكم يعني للأسف الشديد، ما في عنا فرصة أنه نلتقي في المحاضرة لحتى أتعرف فيكم وأحدد مين اللي كتب لحاله ومين اللي ما كتب لحاله. أنا عندي كود أنتم مسلمينه الآن، أنا لما أجي أطلع أفتح الملف الأول لطالب أو لطالبة، أفتح الملف الثاني الثالث الرابع الخامس ألاقيهم كلياتهم كوبي بيست عن بعضهم. شو بدكم يعني أتصرف معاكم بهي الطريقة؟ فالآن عندي خيارين، إني ألغي هذا الأسايمنت ونعتبر إنه في عندي أسايمنت قادم نعوض من خلاله، أو أحسب العلامة زي ما هي، واللي بده أسماء الأشخاص اللي كاتبين نفس الكود بحط له أسماء الأشخاص اللي نفس كاتبين نفس الكود. يعني صراحة أنا تغلبت تصححته، بس اكتشفت إنه المعظم كوبي بيست عن بعض، يعني عز علي إن أحط لكم كلكم أصفار لأنه أنا متأكدة إنه في ناس كتبوا بإيدهم بس مش قادرة أحدد مين هم بالضبط. يعني في ناس كتبوا وأعطوا غيرهم، في ناس كتبوا لحالهم وأعطوا غيرهم. فزميله حكى له إنه أنا مش عارف كيف أكتبه كيف بدي أسلمه، حكى له خذ هذا الكود تبعي غير عليه شوي وسلمه. في ناس مش مغيرين عليه ولا شيء، كوبي بيست 100%. دكتورة طيب في ناس جابت فل بالأسايمنت؟ في فل، بس إنه للأسف أنا عم برجع بحكي لك مرة تانية، كل 5-6 طلاب نفس الإجابة تقريبا. يعني أنا مش راح أحكي عن الكل، أنا بحكي بشكل تقريبي، يعني الحالة العامة أنه تقريبا كل 5 طلاب نفس الإجابة 100%، فيش اختلافات حتى، يعني يا دوب اسم متغير بدل I J لفور لوب مثلا بدل I K فقط لا غير، هذا التغيير الوحيد. حتى اللي ما تشابه بده يعيده؟ هلا مش اللي بده يعيده، احنا بدنا نعمل assignment، بدنا نعمل فوريوم جديد. هلا الفوريوم هي حلقة نقاش، انا بطرح عليكم سؤال راح اخلي مجال انكم انتم تجاوبوا على هذا السؤال. ممنوع تعمل كوبي بيست من زميلك، بدك تكتب اجابتك انت الخاصة فيك بناء على اجاباتكم. الان انا بدي اقيم الكل، اجابتين بيشبهوا بعض معناته اللي تحت عم بيعمل كوبي عن اللي فوق، فبيبين عندي مين اللي كاتب من عنده ومين اللي نقل في النهاية عن الشخص السابق لإله، لأنه زمنياً رح يبين عندي مين اللي أعطى الإجابة الأولى مين الثانية، زي كأنه أنا عم بعمل منشور على الفيسبوك، فبيبين بفترات زمنية معينة ترتيب المعلومات اللي موجودة، صح ولا لا؟ فإذا أنت بدك تكتب بدك تصغ لي الآن بلغتك الخاصة الانفورميشن اللي انا بدي اياها. العربي مسموح، الانجليزي مسموح، هيك راح اعملها. تمام. شو بالنسبه للكويز صلحتيه؟ الكويز العلامات انا سمحت لكم تشوفوها. لا ما بين، لا انا اوريدي فتحت لكم رؤيه على العلامات. يعني دكتوره هسه الكويز يعني الوقت ما قاش مناسب، يعني عدد الاسئله الوقت ما كان مناسب. في أسئلة سريعة جدا ما بتهش، أنا الأسئلة السريعة جدا إجت عندي آخر شيء وظل معي 25 ثانية وخلص الوقت وطلعني من الكويز. هو أنا بدي برضه أعرف كيف بدي أمشي الوقت تبعي، يعني أنتوا مش أول فصل ولا أول مرة بتاخذوا كويز أونلاين. هو دكتورة أنت فلازم يكون عارفين إنه إحنا في عنا طريقة معينة الامتحان كويز وان واي أكيد. أنا بدي أعمل حساب إنه أنا ما أضيع وقتي على سؤال معين وفي عندي لسه باقي 5-6 أسئلة مثلاً. فهي عبارة عن مانجمنت للوقت الآن بتصفي الموضوع. طب دكتورة في كويز تعويضي بدل هذا الكويز؟ إن شاء الله إن شاء الله يكون في معنا مجال نعطي كويزات. بس كمعلومة أخيرة، الامتحانكم الميد رح يكون بتاريخ، بس أنا مش مذكرة وين كتبت المعلومة هلا. امتحانكم رح يكون ب14/12. دكتورة بالنسبة للكويزات الثانية ادعمينا بالوقت إن شاء الله، بس أنا الهدف منه إنه أنا ما يصير في عملية كوبي أو برانت سكرين أو أدي لغيري. إن شاء الله ما بصير هاي العملية إن شاء الله. فالهدف إنه نكون فير، ما نصير ننقل من بعض.
طيب المحاضرة خلصت، أكيد في عندكم محاضرات تانية، ويعطيكم ألف عافية. موعد الامتحان المد رح أحط لكم إياه على الإيليرنينج لحتى الكل إنه يشوفه ويعتمدوا، هذا موعد ثابت من الكلية مش من عندي، والامتحان داخل الحرم الجامعي إن شاء الله ورقي، وإن شاء الله بلتقي فيكم يوم الامتحان بشكل شخصي لحتى أتعرف عليكم بشكل أكثر. دكتورة، هو أنت نسألك، إليك ساعة مكتبية بالجامعة؟ أكيد إلي ساعة مكتبية. الساعة المكتبية هي بين الساعة 10 و11 أحد ثلاثاء خميس. وين مكتبك؟ مكتبي مقابل قسم علوم الحاسوب 304 خوارزمي؟ خوارزمي؟ أكيد خوارزمي، نعم. إن شاء الله منزورك يا دكتور. أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم ألف عافية، ونلتقي يوم الثلاثاء إن شاء الله، الأربعاء سوري، الأربعاء إن شاء الله، يعطيكم العافية. دكتورة آخر سؤال. تفضل. أنا بشكل عام بدخل الجيس دائما من اللابتوب، لأني بروح من الجامعة ما بيكون في بالتلفون شحن، فيعني هيك بتسجل حضور بشكل عام ولا شلون؟ أنا عم بحكي لكم، أنا تبهت على هاي المعلومة بذات المحاضرة، أنا ما بدي أضل أعمل أدمت للطلاب كل شوي، وبرضه بصير عندي خلل بعملية أخذ الحضور والغياب إذا أنت عم تدخل كجيس. خلاص تمام، الأفضل إن ندخل بالأكاونت الجامعة. خلاص إن شاء الله. إن شاء الله، يعطيكم العافية، ونلتقي يوم الأربعاء.